دكتور، يعني تعليقك ايه على الكلام ده؟ يعني أنا بعيداً عن المشاعر الطيبة من الشعب المصري، وهذا تعودنا عليها بصراحة، أنا سأتحدث سياسة بصراحة. منذ اليوم الأول للحرب مصر تبنت الرواية الفلسطينية، القيادة المصرية، ونقلت بشكل أساسي طبعاً الموقف الفلسطيني، إنه ما حدث يوم 7 أكتوبر كان سببه حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة. بيان الخارجية المصري الذي صدر في الساعات الأولى من أحداث يوم 7 أكتوبر حمل الاحتلال مسؤولية تلك. في قمة العقبة وشرم الشيخ، مصر اللي كانت في رمضان، في شهر رمضان الماضي أو قبل شهر رمضان الماضي، كان موقف مصر واضح، أنه يجب أن يوضع آفاق عملية سلام للفلسطينيين، لا تترك الأمور تذهب باتجاه فقدان الأمل، لأن هناك برميل بارود سينفجر. هذا نصا قيل للأمريكان والاحتلال الإسرائيلي، ولكنه لم يكترث. الموقف المصري بصراحة حمى القضية الفلسطينية، حماها سياسيا، لأنه كان بالفعل هناك بعض الأصوات التي كانت قد تذهب لمهاجمة الشعب الفلسطيني، وكان ما فعل في 7 انتحار فلسطيني، لكن الانتحار له أسباب، مصر شخصت الأسباب. الرواية المصرية هي التي جذبت لاحقا الرواية العربية، العرب تبنوا الموقف المصري لاحقا، ولولا الموقف المصري أنا أقول لك اللي شهدنا مواقف عربية مختلفة، وهذا نتج عن ذلك. مؤتمر السلام، البيان الرئاسي المصري الذي به تفاصيل كثيرة ممكن أن نقف عندها، ولكن أقل تقدير دعمت الموقف الفلسطيني، دافعت عن حق الفلسطين في أن يكون لهم قيام دولتهم الفلسطينية، وعن حقهم أن يدافعوا عن أنفسهم، ومن حقهم أن يسمع العالم صوتهم. الموقف المصري اللي شعرنا بأن من يتحدث عنك كأنك أنت الذي تتحدث عن ذلك، وعندما يخرج البيان من الرئاسة المصرية له تأثيرته أنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتحدث باسم مصر في حينه، فهذا له قوة بشكل كبير جدا.